السلام عليكم. بهذا الفيديو معطينا انه الافو فانكشن ريبريزنتد جرافيكالي بهذا الفيجر. خلينا نطلع بالفيجر هون الكيرف سي اوف فانكشن اف. مبين. خلينا نطلع بالدومين اوف ديفينيشن. اول شيء فينا نقول دومين اوف ديفينيشن هو من ماينس انفينيتي لبلس انفينيتي. فينا نقول انه يعني هو هذا الجراف واقف هون مش واصل على طرف الجراف، فلو واصل على طرف الجراف كنا قلنا بس انه من ماينس انفينيتي لا مطرح كمان، واذا واصل كمان طالع على حدود الجراف لفوق فلتنا حدود الجراف كمان قلنا لبلس انفينيتي. بس هون واصل عند نقطة معينة اللي هي الاكس تعولها ماينس 1 والواي تعولها ماينس 2، هاي البوينت. كمان هيدي البوينت اللي هون الاكس تعولها هو 6 والواي تعولها هو 4. يعني فينا نعتبر هون الدومين اوف ديفينيشن هو من ماينس 1 ل 6. بنقول الدومين اوف او هو معطيني اف از ديفايند اوفر اف از ديفايند اوفر من ماينس 1 ل 6. طيب كمان مثل ما شايفين هذا الفانكشن في اول شيء انكريزنج بيرجع ديكريزنج بيرجع انكريزنج. نحن بنطلع فيه من اللفت للرايت من الشمال لليمين، يعني اذا واحد وقف هون على الشمال وطلع بهذا الخط بلاقيه انكريزنج. كمان اذا واحد وقف هون عند الاي وطلع بهذه الشقفه اللي هون بلاقيها نازله نزول، فدائما نحن بنوقف على الشمال وبنطلع بالخط لنقرا اذا طالع ولا نازل. فاذا انكريزنج بيرجع ديكريزنج بيرجع انكريزنج. كمان مثل ما شايفين عندنا تو اكستريمومز هون، تو اكستريمومز الاكستريمومز هن الماكسيموم والمينيموم. عندنا اول اكستريموم هو الاي هو ماكسيموم، ثاني اكستريموم هي البي اللي هي مينيموم. قديش هو هيدا الماكسيموم؟ الماكسيموم هو 4 at x equal هيدي هون 1. فإذا الماكسيموم هو 4 at x equal 1. at x equal 1 the curve C admits a local maximum equal to 4. طيب كمان في عنا اكستريموم تاني اللي هو B. هيدي ال B at x equal 4، بس شو هو هيدا المينيموم؟ هو minus 1. يعني جواب المينيموم وجواب الماكسيموم هو الواي، الواي للبوينت. هيدي البوينت بتمثل ماكسيموم للكير، بتمثل مينيموم للكيرف سي. هذا المينيموم هو ماينس 1 واللي فوق الاي هي ماكسيموم، هذا الماكسيموم هو 4. بس هذا الماكسيموم اللي هو عند الاي ات ويتش اكس شو الابسيس اللي له؟ هو 1. هذا المينيموم اللي هو على البي اللي هو ماينس 1 شو الابسيس اللي له؟ هي 4. طيب كمان قراءة للأف برايم، هذا الفانكشن اف الكيرف سي هو للفانكشن اف. خلينا نقرا الأف برايم كمان من هون لهون، يعني من هاي البوينت اللي عند البوينت اي كان الكيرف ستريكتلي انكريزنج. بهاي الحالة بهاي المنطقة أول شيء شو هي المنطقة اللي هون من هيدي البوينت للبوينت اي؟ الانترفال شو هو؟ وات از ذا انترفال؟ هو من ماينس 1 ل هات لنشوف الاي الاكس تاعولها هي 1 وهيدي البوينت الاكس تاعولها هي ماينس 1. فاذا اول منطقه هي من ماينس 1 ل 1، من ماينس 1 ل 1 اف از ستريكتلي انكريزنج، سو اف برايم از ستريكتلي بوزيتيف. كمان المنطقه النازله هي الاي هي الابسيس اللي لها 1 وهيدي البي هي الابسيس اللي لها 4. فمن ال 1 لل 4 ال f is decreasing strictly decreasing so f prime is strictly negative. كمان المنطقة اللي طالعة أول نقطة بتطلع هي b وصل للآخر، آخر نقطة بتطلع هي ال x تعولها 6. فنحن بس ما نلاقي الانترفال من نطلع الأبسسة لأول بوينت بهيدي الريجيون ولآخر بوينت بهيدي الريجيون، يعني من 4 ل 6 بنلاقي إنه الكيرف هون strictly increasing so f prime بهيدي المنطقة بين ال 4 وال 6 is strictly positive. هلا هات لنشوف السؤال. draw the tangents to C at A and B. بما إنه ال A هي maximum يعني التانجنت تعولها بيجي شو parallel لل x axis، بيكون هيك بيكون هوريزونتال، وبالتالي الاف برايم عند هيدي البوينت شو بيكون؟ زيرو. كمان البي هي مينيموم لوكال مينيموم، فكمان التانجنت بيكون بارالل للاكس اكسس هوريزونتال، فبيكون الاف برايم تعوله زيرو. اول شيء رسمنا التانجنت على الاي والبي. وات از ذا فاليو اوف اف برايم اوف 1؟ اف برايم اوف 1
هلا لو سألني عن الاف اوف 1، هيدي ال 1 هون، الاكس هي ال 1، اف اوف 1 هي الواي. لما تكون الاكس ايكوال 1 شو هي الواي؟ بطلع على الكيرف لفوق بشوف الواي، الواي هي 4. فاذا اف اوف 1 هي 4، بس هو عم بيسأل عن اف برايم اوف 1، يعني عن سلوب للتانجنت ات اكس ايكوال 1. بنروح ات اكس ايكوال 1 عندنا هيدي البوينت، هيدي البوينت التانجنت عليها جاي هوريزونتال، فشو بيكون الاف برايم اوف 1 ايكوال لزيرو. فاذا اف برايم اوف 1 ايكوال لزيرو، ليش؟ سينس ذا كيرف ادميتس ات اكس ايكوال 1 اي لوكال ماكسيموم. طيب كمان اف برايم اوف 4 نفس القصه، على الفور عندنا التانجنت بارلل للاكس اكسس، عندنا لوكال مينيموم، فبيكون اف برايم اوف 4 ايكوال لزيرو. طيب شو هي الاف اوف 4؟ اف اوف 4 هي الواي للبوينت لما الاكس ايكوال 4. لنروح هيدي الاكس ايكوال 4، بنزل بروح لعند الكيرف، هيدا الكيرف هون الواي تعلتها شو هي؟ ماينس 1، فاف اوف 4 هي ماينس 1. بس اف برايم اوف 4 هي سلوب للتانجنت تو ذا كيرف ات وين اكس ايكوال 4. هاي الاكس ايكوال 4، بنروح على الكيرف بشوف التانجنت، سلوب للتانجنت، فهون سلوب للتانجنت هي 0 عشان التانجنت جايه هوريزونتال. طيب بنيجي وات از ذا ماكسيموم اوف اف اوفر ماينس 1 3، يعني بين الاكس ايكوال ماينس 1 والاكس ايكوال 3، هيدي ماينس 1 وهيدي 3. يعني من هون من الماينس 1 للثري شو هي الماكسيموم؟ عم بيسألني شو هو الماكسيموم؟ الماكسيموم هي A، البوينت A قديش هو؟ 4. فإذا البارت 3 the maximum is 4. طيب كمان شو المينيموم of F when X belong من 1 ل 6؟ بين ال 1 وال 6 بهاي المنطقة من ال 1 ل 6 شو المينيموم؟ هي البي. قديش المينيموم عند البي؟ هو ماينس 1. قلنا نحن الماكسيموم والمينيموم هو جواب الواي، المينيموم عند البي هي ماينس 1، فإذا المينيموم ايكوال ماينس 1. بده التيبل اوف فاريشن بكل السهولة، بده يقول له 1 انكريز و 1 ديكريز. أنا رح أرسمه فوق الرسمة، نحن متعودين بنحط بقلب التابل اوف فاريشن اكس واف برايم واف. هذا هو بس بده الفاريشن، يعني بيمشي الحال اكس واف. بس عشان نضرب عصفورين بحجر واحد، اول شيء الدومين من ماينس 1 ل 6، اول نقطه الاكس تعولها ماينس 1، اخر نقطه بالكيرف الاكس تعولها 6، فمن ماينس 1 ل 6. طيب شو لازم نحط بعد؟ نحن بنحط فوق عند الاكس بنحط شغلتين، الدومين اوف ديفينيشن والفاليوز اوف اكس وير اف برايم ايكوال 0. وين اف برايم ايكوال 0؟ شو الفاليوز اوف اكس لما الاف برايم ايكوال 0؟ هون وعند البي، عند الاي وعند البي. عند الاي الاكس هي 1، عند البي الاكس هي 4، فبحط كمان 1 و 4. عند هون نقطتين الاف برايم هي 0. طيب مثل ما شايفين بين الماينس 1 وال1 الاف شو كان increasing، بحط سهم طالع. بين ال 1 وال 4 between 1 and 4 when x is between 1 and 4 the curve is strictly decreasing، فبحط هون سهم نازل. when x belong between 4 and 6 او when x belong to the interval 4 6 بنشوف انه الانترفال increasing، فبنحط هون شو؟ increasing. طيب بيبقى عندنا الساين هون، الساين الاف برايم سهل، لما يكون الاف انكريزنج الاف برايم بيكون بوزيتيف، لما يكون الاف ديكريزنج اف برايم از نيجاتيف، وان اف از انكريزنج اف از بوزيتيف. وفينا نعرف الفاليوز اللي هون عند الماينس 1 وال1 وال4 وال6. عند الماينس 1 شو بتكون الاف، يعني شو بتكون الواي؟ عند الماينس 1 هي وان اكس ايكوال ماينس 1، بنروح عند الرسمه الواي تعلتها ماينس 2، يعني هون في ماينس 2. وان اكس ايكوال 1 الاف اوف 1 شو هي؟ هاي ال1 اف اوف 1 هي 4. اف اوف 4 من عند ال4 اكس ايكوال 4، بنروح عند الرسمه بنشوف الواي تعيلتها، الواي هي ماينس 1، يعني الاف هي ماينس 1 اللي هي مينيمم هون كانت، وهيدي شو ماكسيمم. على 6 اف اوف 6 بنروح لعند ال6 اف اوف 6، بنروح لعند الرسمه هيها الرسمه هون بنشوف الواي تعيلتها هي 4. هيك بنكون رسمنا التيبل اوف فاريشن مع الساين للاف برايم. كمان سيميلارلي رح ننزل للسؤال الثاني اكسرسايز نمبر 15 بيج 154 بكتاب الاهليه، نفس القصه
عم يقول لي C is a curve in the adjacent figure representing a function f in an orthogonal system of a function f. هذا الكيرف لفانكشن اسمه f. اول شيء شو خلينا كمان نعمل هيك رحلة استكشافية بقلب الرسمة. شو الدومين اوف ديفينيشن هون؟ f is defined over اول نقطة بالكيرف هون شو الاكس تعولها؟ minus 1. اخر نقطة بالكيرف هون شو الاكس تعولها؟ 5. يعني هيدا من 1 minus 1 ل 5 منطقته لهذا الفانكشن من minus 1 ل 5. يعني f is defined over minus 1 5. كمان خلينا نطلع نلا شو منلاحظ انه هذا الكيرف strictly increasing طالع طلوع على طول. هلا مثل ما شايفين هون بهاي النقطة جاي تانجنت بارلل للاكس اكسس. بيكون بهاي النقطة الاف برايم شو بيكون؟ زيرو. هاي النقطة بالضبط يعني ما بنقول لا انكريزنج ولا ديكريزنج، بس نحن بنحسس شكل هذا شو؟ انكريزنج. يعني ما نحن ماخذين انه لما يكون الفانكشن انكريزنج اف برايم شو بتكون؟ اكبر من زيرو. اذا ستريكتلي انكريزنج بيكون الفانكشن ستريكتلي بوزيتيف. بس عند هاي النقطة بالضبط الاف برايم ايكوال زيرو لانه السلوب ايكوال زيرو للتانجنت هون. ف في رول بتقول انه اذا كان هو انكريزنج على طول الا بشي نقطه معينه صار الاف برايم زيرو بضل اسمه هذا الفانكشن ستريكتلي انكريزنج. اذا كان هو طالع على طول ستريكتلي انكريزنج الا ات سم فيو بوينتس معدودين يمكن نقطه يمكن نقطتين يمكن ثلاثه اللي هن ما بيأثر بضل اسمه انكريزنج ستريكتلي انكريزنج فانكشن. طيب عم يسالني وات از ذا فاليو اوف اف برايم اوف 3. خلينا ناخذ الاف اوف 3 بالاول. اف اوف 3 يعني شوف الواي لما الاكس ايكوال 3. لما الاكس ايكوال 3 بطلع على الرسمه الواي تعلتها شو؟ 2. اف اوف 3 ايكوال 2. طيب اف برايم اوف 3 يعني سلوب تو ذا تانجنت ات اكس ايكوال 3. هون معطيني هو التانجنت بارلل اكس اكسس. فالاف برايم اوف 3 شو راح تكون؟ 0. ليه؟ شو السبب؟ هون اف برايم اوف 3 ايكوال 0 سينس ذا تانجنت ات اكس ايكوال 3 is horizontal او is parallel للx to x axis. طيب مع انه ما عندنا نحن هون يعني local minimum ولا local maximum، مش كل ما يكون f prime equal 0 يعني في local minimum او local maximum. ايه باغلب الاحيان باغلب الاحيان بس يكون f prime equal 0 يعني عندنا يا local minimum يا local maximum. بس في شرط تاني ليكون عندنا local minimum او local maximum بده يكون f prime equal 0 وبده يكون الاف برايم غير اشارته من نيجاتيف لبوزيتيف او من بوزيتيف لنيجاتيف. يعني اذا كان الاف برايم نيجاتيف وصار بوزيتيف يعني كان الفانكشن ديكريزنج وصار انكريزنج. فهون نستنتج انه في عنا مينيموم. واذا الاف برايم غير اشارته من بوزيتيف لنيجاتيف يعني الاف غير الفاريشن من انكريزنج لديكريزنج. اذا كان عامل انكريزنج رجع ديكريزنج بيكون عنا صار شو؟ ماكسيموم. فليكون عنا اكستريموم لازم يكون الاف برايم ايكوال 0 ولازم الاف برايم يغير اشارته من بوزيتيف لنيجاتيف او نيجاتيف لبوزيتيف. يعني هون اف برايم ايكوال 0 بس ما شفنا الفانكشن كان طالع ما شفنا نزل. يعني هون ما في عندي لوكال ماكسيمم وهون الاف برايم ما غير اشارته. لو ينزل هذا الفانكشن نزول كان الاف صار ديكريزنج هون كان اول شيء انكريزنج رجع ديكريزنج فمنقول اف برايم كان بوزيتيف رجع نيجاتيف. بس هون ما في منا الحال. يعني عم بحاول احكي الشغلات حتى لو مش موجوده بالسؤال لما اتعرف اكثر على خصائص الرسمه. كمان does the derivative change sign at 3؟ هل عندي 3 derivative يعني الاف برايم غير اشارته يعني كان بوزيتيف صار نيجاتيف؟ قبل ال 3 كان الفانكشن انكريزنج يعني الاف برايم شو كانت؟ بوزيتيف. يعني بس تكون الاف انكريزنج اف برايم بتكون بوزيتيف. بعد ال 3 هات لنشوف شو صار بالاف. الاف بعده increasing يعني الاف برايم بعده positive فما غير اشارته. فهون ما غير اشارته. طيب does f admit a local extremum at the point of abscissa 3؟ هل عندنا local extremum يعني maximum او minimum عند لما تكون x equal 3؟ لما تكون x equal 3 هينا عند هيدا النقطة. هون ما اسمع لا local maximum ولا local minimum لانه هي لا تلة ولا وادي. ايه ريح الكيرف شوي هون صار يعني عمل عند نقطة معينة صار فلات يعني تانجنت تعوله بارلل للاكس اكسس. بس ما في عندي ماكسيموم هون ولا في عندنا مينيموم.
ما عنده ماكسيم ولا عنده مينيمم. هلا التابل اوف سيت اب ذا تابل اوف فاريشن، رح احاول احطه هون انا كمان. هايدي اكس، هايدي اف برايم، وهايدي اف. الدومين طبعا قلنا نحن من ماينس 1 ل 5، من ماينس 1 ل 5. وقلنا بنحط، مش بس بنحط الدومين، بنحط الدومين عند الاكس بالرو تاعو للاكس، بنحط الدومين بنحط مطرح ما اف برايم ايكوال 0. وين صفر الاف برايم؟ يعني وين السلوب كانت 0؟ لما الاكس ايكوال 3، تانجنت جي بارل الاكس اكسس يعني السلوب ايكوال 0، فبنحط 3 والاف برايم عنده بيكون 0. طيب الاف قبل 3 شو كان؟ شو الفاريشن؟ هون اخر اخر سطر بتحط الفاريشن للاف، بالسطر الثاني بتحط الساين للاف برايم. قبل نحن ما عندناش رسمة الاف برايم بالكيرف، نحن عندنا رسمة الاف بس من وراها رح نعرف الاف برايم، من ورا الفاريشن الاف. قبل الثري الاف كانت انكريزنج، وبعد الثري يعني بهاي المنطقة الاف كمان بعده انكريزنج، فهون اثنيناتهم بلس بيكون. واضح؟ طيب نجي كمان للفكرة كمان الفرع اللي بعده نمبر 16. Consider a function f. df هي domain of definition وc هي الكيرف تاعوله. Denote by f prime the derivative of f at point a. والa هي نقطة، لا denote by f prime derivative of f. والa هي نقطة على الكيرف c. الابسسة للa هي a. إذا الابسسة للa هي a يعني شو الكوردينيتس للa؟ الابسسة تعيلتها a والواي تعيلتها شو بتكون؟ f of a. يعني مناش ننسيها. بدنا نكمل هيدا التابل. اول شيء معطينا تو كولومز، اول كولوم هو بيحكي ماثيماتيكال رايتنج، ثاني كولوم بيحكي تفسير تعال الجراف. مثل ما شايفين هون الكاتب ليميت از اكس تنس تو اف اوف اكس ماينس اف اوف 2 على اكس ماينس 2 ايكوال 3. هيدي قاعده شو؟ هيدي قاعده الديريفاتيف، ديريفاتيف ات اكس ايكوال 2. يعني ما هو بس يقول لي limit as x tends to a لهيدي الفكرة f x minus f of a على x minus a، يعني عم بيعمل f prime of a. فهون شو بيكون طلع؟ بيكون طلع f prime of 2 equal شو؟ 3. فكاتبين نحن هون f prime of 2 هي معناتها انه f prime of 2 equal 3. شو معناتها على الرسمة؟ انه slope للtangent at x equal 2 is 3. يعني the curve admits a tangent at point of c of abscissa 2 او at point of abscissa 2 on c its slope او the slope of this tangent is 3. فينا نكتب من هون مثل ما كاتبين هون then c admits a tangent at point of c of abscissa 2 and of slope 3. slope 3 لمين؟ للtangent مش للpoint. طيب كمان معطيني هون اف عنده لوكال اكستريموم، بس يقول لي لوكال اكستريموم يعني يا ماكسيموم يا مينيموم، يعني دغري الاف برايم ايكوال 0 هون at the point with abscissa minus 1. فشو معناتها؟ اف برايم اوف minus 1 ايكوال 0، يا اف برايم اوف minus 1 ايكوال 0. طيب بعد كمان شغله ثانيه، اف برايم اوف minus 1 ايكوال 0 واف برايم changes its sign at minus 1. ان احنا قلنا لحتى يصير عندنا لوكال ماكسيمم او لوكال مينيمم في شرطين، الشرط الاول انه الاف برايم ديريفاتيف بيكون زيرو، الشرط الثاني انه الديريفاتيف بغير اشارته من بوزيتيف لنيجاتيف او من نيجاتيف لبوزيتيف. فبما انه هو عم يقول لي انه في عندنا لوكال اكستريمم ات اكس ايكوال ماينس 1، معناته الاف اول شغله اف برايم اوف ماينس 1 ايكوال 0، ثاني شغله الاف برايم تشينجز اتس ساين ات ماينس 1. ما بعرف اذا من نيجاتيف لبوزيتيف او من بوزيتيف لنيجاتيف، لانه مش محدد لي هون اذا هي ماكسيمم او مينيموم. يعني مثلا لو كان ماكسيموم يعني بدارف انه الفانكشن كان طالع راجع نازل، ما الماكسيموم شو بيجي؟ منطلعه وراها نازله، فبيكون بيتكون عندي ماكسيموم فوق. هاي الطلعه بتمثل انه اف برايم كانت بوزيتيف، والنازله بتمثل انه اف برايم صارت نيجاتيف. فبيكون ليكون عندي ماكسيموم بيكون الاف برايم تغير من بوزيتيف لنيجاتيف، لما يكون عندي مينيموم يعني هيك وادي نقول الاف برايم تغير من نيجاتيف لبوزيتيف. طيب كمان البارت 3، the tangent at a to c is horizontal. كمان بنعرف يعني horizontal يعني parallel للx axis، يعني slope تعوله شو بيكون؟ 0 كمان. فمنقول f prime equal 0
at x equal a and f prime of small a. هو قال لي ال a عند abscissa equal small a. ف tangent at the point a to c is horizontal, يعني f prime of small a equal to zero. طيب كمان هون كمان هيدي derivative, قاعدة الderivative equal infinity. يعني slope, شو يعني قاعدة الderivative equal infinity؟ يعني الفانكشن is not differentiable at x equal a. هيدي واحدة من الشغلات اللي هي الفانكشن بيكون not differentiable عليها. هم أول شغلة بنستنتجها إنه f is not differentiable at a. تاني شغلة بنستنتجها إنه tangent to the curve at x equal a بيكون slope تعوله infinity, يعني بيكون vertical. بيكون التانجنت vertical at a, the tangent is vertical. طيب يعني بيكون parallel لل y axis tangent هون, بيكون parallel to y prime y. يعني مثلا مثل هيك نقول إذا كان التانجنت طالع بهذا الشكل, مثلا نقول عنا تانجنت جاي هيك somewhere here, مثلا هون ممكن يكون شو التانجنت جاي هيك vertical. هي معناتها انه الليمت التانجنت لهذا الكيرف, التانجنت للكيرف سي مثلا على هيدي البوينت هو vertical. هيدي اجت من وراء انه الليمت لل الليمت لل يعني قاعدة الديريفاتيف ايكوال انفينيتي, بس يكون انفينيتي, بس يكون اف برايم انفينيتي يعني التانجنت هو vertical. طيب منجي للرو 5, للفيفث رو. C has at A two semi tangents. عند ال A عنا two semi tangents, يعني بيكون عنده angular point. الكيرف بيكون في عنده angular point at A. هاي شغله. بيكون not differentiable at A. نحن ماخدين ليكون differentiable بيكونوا بس عنده one tangent. فمثماتيكلي شو معناتها هيدي؟ معناتها انه ال F is not differentiable at X equal A, لانه at letter A, point A, الx تعولها هي small a. فمن الf is not differentiable at x equal a. الangular point شو هي, mathematical writing ولا graphical writing؟ الangular point هي من الجراف بتبين, فهي شو graphical reading. بس mathematical reading انه هو الf is not differentiable. هات لنشوف هون. الf prime equal 0 at 0 and it changes its sign. الاف برايم عمل 0 وغير اشارته, معناته عندنا شو لوكال اكستريموم, يا ماكسيموم يا مينيموم. فمنقول له اد 0 الكيرف سي هاز لوكال اكستريموم, اد 0 ذير از ا لوكال اكستريموم, او سي ادميتس ا لوكال اكستريموم ات اكس ايكوال 0. طيب السابع رو, ذا تانجنت تي تو سي ات بوينت وذ ابسيسا 1. الابسيسا 1 يعني شو الابسيسا 1؟ يعني اكس, يعني الاي الصغيره هي 1. هاز ان ايكويشن واي ايكوال 3x بلس 4. نحن هي شو بتفيد, نستفيد منها بالنسبه للاف برايم. الاف برايم شو بيساوي؟ هي سلوب. انتو اخذته بالتاسع سلوب انه هو مضروب بالاكس, فهم نستنتج انه سلوب هو لانه سلوب هي 3, يعني اف برايم ايكوال 3. اف برايم اوف شو ايكوال 3؟ حسب هو هيدا التانجنت على اي بوينت جي, عم قال لي ذا تانجنت ات ذا بوينت وذ ابسيسا 1, يعني اف برايم اوف 1 ايكوال سلوب اللي هي ايكوال 3. فنحن كتبنا هون اف برايم اوف 1 ايكوال 3. طيب كمان ذا تانجنت تي تو سي ات ذا بوينت وذ ابسيسا 1. فينا نستنتج شغله ثانيه, انه نعرف البوينت اوف تانجنسي. ما البوينت اوف تانجنسي هي موجوده على الكيرف, مش ال التانجنت بيكون ملتقي بالكيرف بنقطة, هيدي النقطة اسمها point of tangency. هيدي النقطة موجودة على التانجنت وبنفس الوقت موجودة على الكيرف. عشان نعرف للواي لهيدي البوينت بس يكون مع السلوب, فينا عوضها بالإكويشن للكيرف, وفينا عوضها, عفوا بس يكون مع الأبسيسة, بدي أقول مش السلوب, بس يكون مع الأبسيسة فينا عوضها بالإكويشن للكيرف, وفينا عوضها بالإكويشن للتانجنت. هلا مع الايكويشن للتانجنت فبعوض محل الاكس 1 بيطلع مع الواي لهيدي البوينت اللي هي رح تطلع 3 تايمز 1 بلس 4 which is 7. هيك بنكون تعلمنا شويه جرافيكال انتربريتيشن وعلاقتها مع الماثماتيكال ريدنج وبالعكس. يعطيكم العافيه.